دلوقتي في اعداد كبيره جدا تحت بيت فرح وبيحلفوا انهم مش هيمشوا غير لما يحموا فريد بعد عمليه الخطف اللي اتعرض لها. ايه الهبل ده؟ هم مش عرفهم ان فريد اتخطف. مش عارف، حاجه غريبه جدا. وده بعد تويتة الفنان ماجد الالفي اللي اعلن فيها عن محاوله الخطف. تويتة عاديه جدا على فكره من اي ميجا ستار يعني. طب برضه هم عرفوا العنوان هنا منين؟ ولحسن الحظ ان الفنان ماجد الالفي نزل لوكيشن التويته والفانز كلهم جم عشان يحموه ويفضلوا جنبه. كنت فاتح اللوكيشن بالغلط، والله العظيم فاتح اللوكيشن بالغلط.